حدا نبات كليل الجبل كله عندي مزهر. شوفوا هاي اللي جاية تمص قديش ثقيلة. شو بدي اعمل؟ بدي تاكل هي كمان. ما بعرف اذا هي زلقطة ولا هي نحلة ولا شو. وما بتخاف لا من الكاميرا ولا بتخاف من شي. بتتنقل من زهرة لزهرة. منظر كتير حلو تبع اكليل الجبل، خاصة وقت بنغلي وبنشربه. تعملنا كمان صوت بالفيديو. ها قربت لحالها على الكاميرا بدها تتصور. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمنظر تبع الورد وكليل الجبل. في عندي كمان حواض تاني بس بعيدة، لان انا هلا واقفة هون على السلم عم صوركم. ما تنسوا اللايك وقولوا لي اذا هالحشرة هي مفيدة او لا. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء.